وسهلا فيكم بالقناة من جديد. بعرف انه صار لي زمان غايبة، فما رح احط لكم مبررات ليش كنت غايبة، لانه كانت بس قلة مروة ونسيانة انه عندي يوتيوب وما قلي خلق اعدل ومشغولة بكتير قصص تانية. المهم اليوم رح اخذكم معي على هافانا. نحنا اليوم بفاراديرو كوبا، هاي تاني مرة قلنا بكوبا، والبلد كتير حلوة بس كتير فقيرة. غالباً لما بنحجز على كوبا بنحجز ريزورت all inclusive مشان قضيها بالأوتيل وقات بنطلع رحلات. فاليوم الرحلة رح تكون على هافانا اللي هي العاصمة. جهز حالي على السريع معكم وآخذكم بباقي النهار. ما بعرف إذا الصوت عندكم منيح أو لا، بس أنا سامع صدى بالحمام، فإن شاء الله ما تكونوا عم تسمعوا نفس الشيء ويكون الصوت منيح. نسيت الواقي الشمسي تبع وجهي بكندا، فحاليا عم بستخدم عاد نفسه اللي بستخدمه لجسمي، بس شوي بيحرق، بس مضطرة لأنه الشمس قوية، فرح حط على إيدي بعدين حط على وجهي، لأنه المرة الماضية حطيت على كل وجهي اختنقت من الريحة وعيوني صار يحرقوني ومسح فيهم وجهي وستيل يعني بخيت والريحة قتلتني. اتأكدوا كتير منيح ان يكون معكم واقي شمسي، مثلا شفرة، هدول القصص اللي نحن نستخدمهم كبنات، لانه هون كتير غاليين. احط المرطب تبعي. بس هلا ما رح نحط كتير ميك اب، رح حط مسكرة، حط هنا السكين كير، حط مسكرة صايرة، بس برفع كتير عندي خطوط. هذا اعمل له شغل، بدي اعمل لهم بوتوكس، بس مو بوتوكس قوي، معدي يصير في عندي ملامح او شيء، بس اعمل هيك لك بيعملوا، بس اتركهم بضلوا هيك في خطوط خفيفة، فبضل هيك بشد وجهي مشان ما يعلموا. بس كتير حابة اعمل لهم بوتوكس، بس ما بعرف اذا هلأ ولا بعدين. قولوا لي شو رأيكم، واذا حدا عامل بوتوكس قبل يقلي، وما بدي اعمل شي بوتوكس تاني يعني. اوكي هلأ راح اعمل حواجبي. اقولكم كيف حجزنا على هافانا مشان يلي بيهمه الوضع. لما بتيجوا على هيك رحلات بتيجوا مع طيران معين، مثلا بتيجوا مع اير كندا، بتيجوا مع سان وينج. بس مثلا هلا بتنزلوا تحت على اللوبي بتشوفوا طاولات مثلا لاير كندا لسان وينج وكل هالشركات تبع الطيران، بتقعدوا معهم وبيعطوكم سعر مثلا ياخذوكم على هافانا. كنا كثير حابين نروح على هافانا ونزلنا حكينا مع سان وينج، بما انه هي الشركه اللي جابتنا لهون، طلبوا على الشخص رحله لهافانا 200 دولار. فتعرفنا على شب وصبيه هون وقالوا لنا انه لا تروحوا معهم لانه حرفيا كثير غالي والرحله بتكلف اقل من هيك، والمحل اللي بياخذوكم تاكلوا فيه منه طيب. فنحن المره الماضيه لما رحنا على هافانا، هن عم بيقولوا لنا لما رحنا على هافانا استاجرنا تاكسي وهو اخذنا وجابنا وبيجي معه تور جايد. المهم رحنا حكينا مع الاوتيل وطلبنا منهم تاكسي، وما تطلعوا على الشارع وتطلبوا تاكسي لانه ممكن ينصبوا عليكم. بالمجمل اذا ما بتعرفوا وين رايحين في اماكن خطره وكلها عصابات، فيفضل تروحوا مع حدا مضمون. في بيكون طاولات للسيرفيس وهيك شيء، بتقولون انه انا بدي تاكسي لتاخذني على هافانا. حكينا معهم قلنا لهم بدنا نروح على هافانا وبدنا تاكسي، وسالناهم اذا امن كل شيء تمام، فقلنا ايه اكيد. وهدول التكاسي بيكونوا مرخصين من الحكومه، بيجي تاكسي مع السواق ومعه التور جايد، او فيكم تاخذوا سواق التاكسي هو نفسه التور جايد. قالوا لما سالناهم على السعر قالوا لنا روح رجعة وبياخدكم محل ما تاكلوا هيك. هلا اكيد كل شيء اكل وهدايا برا علينا، بس التاكسي هو بياخدنا. قالوا لنا الرحلة كلها 150 دولار كانت امريكي، 150 دولار امريكي. مثلا كان على الشخص 200 امريكي، هلا صار على الشخصين 150. واحنا حكينا للشاب والصبية انه هيك هيك لقينا، فهن قالوا انه يي عن جد انه السعر كثير حلو، فنحن حابين نيجي معكم. فجمعنا حالنا جروب
وتقاسمنا، يعني احنا كنا 4 اشخاص وتقاسمنا التاكسي، فحرفيا ما طلع غير 38 دولار على الشخص. بحس انه اذا بتلاقوا حدا يروح معكم كمان بتكون كتير مسلية، يعني بحس انه جون لو هلا رايحين لحالنا اوكي كنا رح نتسلى رح ننبسط طبعا، بس كمان هيك بحس انه بتطلعوا مع كومباني بالسيارة او بتطلعوا مع هيك ناس بالسيارة تتسلوا على الطريق تتحدثوا. والشاب والبنت اللي تعرفنا عليهم هو شاب مغربي مع حبيبته، هنا كتير مهضومين، تعرفنا عليهم أول مبارح بالمسبح وهيك وقعدنا نلعب بينج بونج سوا وهيك قصص، فكانوا كتير لذيذين، فبحس إنه كتير رح نسمعهم هلا بالرحلة. هون الضوء طلع إنه أنا ماني حاطة شي بالمرة بس هو أنا حاطة. المهم رح روح أغير تيابي عالسريع وأخذكم معي بالرحلة. هلا خلصت لبس وصرت جاهزة لنمشي، بس هذا الفستان هيك بورد كتير غير شحط، لازم غيره. أخذت قهوتي وناطرة الباقي اللي ينزلوا مشان نمشي. جينا هون على استراحة بعد عنا ساعة سواقة لنوصل على هافانا، بس بدي فرجيكم الفيو قديش بجنن. تحت عاملين مثل سوق صغير بتاخدوا سوفونيرز. كبيرة عليك جلد جلد. هون وصلنا على هافانا وأنا كتير حبيت للمدينة، فيها هيك قصص جديدة وقصص قديمة. وبعدين رحنا لنشوف هدول السيارات الفينتج كتير مشهورين فيهم، تصورنا حديهم. بعدين رجعنا تفتلنا بقلب المدينة مرة تانية، في كتير محلات خرجت زوروها. هون جون طبعا ما فيه يسأل عن المحرك تبع السيارة، ففتح له إياها وقعد يشوف ويسأله كتير قصص. وهون نزلنا كمان على المدينة وزرنا كمان هذا مثل بعتقد البرلمان تبعهم، وقفنا شوي أخذنا صور. وهون رجعت ندفة فكنت أخذ معي أوريو، أكلت شوي ورجعنا كملنا المشوار تبعنا. رحنا زرنا كذا كنيسة، الكنائس تبعهم بتجنن، وحتى الأحياء بتحسوها هيك شوي تشبه إسبانيا. تخيلوا إنه هذا مش بتفكروا بس تمثال، بس هو actually بحطوا فيه النيلز تبع البيوت. الحلو انه لما اخذنا التاكسي كان السواق هو نفسه التور جايد، فاخذنا على محلات مشهوره او معروفه. اجينا على محل العطور، هذا بيعمل عطور وصابون وكل هيك قصص كوبيه، وكانت الروائح بتجنن. بعد ما خلصنا رحنا لنشوف المتحف تبع الشوكولا، بيعملوا كل شي جوا من الشوكولا وخصوصي السيجار. كل ما بتتمشوا محل لازم يكونوا عاملين بالسيجار شي، فهون كانوا عم يعملوا سيجار شوكولا، يعني شوكولا على شكل سيجار.
رحنا بعدين شفنا كنيسة تانية، بس صراحة ما كان معنا وقت بيقدي لنفوت لجوا، فشفناها من برا وتمشينا شوي بالشوارع لأنه بلشنا نجوع كتير. فبس هيك فتلنا ندفع وطلعنا بالتاكسي لنكمل مشوارنا على المطعم اللي ناكل فيه. جينا لهون بيأمنوا بشغلة إنه إذا لفينا حوالين هذا الشيء بيعطينا good luck، حظ حلو. هون رحنا على المطعم يلي اقترحوا علينا السواق، وبصراحة الأكل ما كان واو بس ما كان سيء أبداً. أنا كتير حبيت الفاصوليا والسمك كان طيب بس شوي ناشف، بس المهم أكلنا لأنه كنا كتير جوعانين. تقريباً الأكل بكوبا أغلبه هيك، وفي أسوأ بكتير. يعني السنة الماضية أكلنا أكل أسوأ، فهذا كان ممتاز مقارنة بالسنة الماضية. ¿Cuántos años duras torciendo tabaco? 65 años. 65 años. Make 65 years. Make it cigar. بعدين اجينا على هذا المعمل تبع السيجار، كتير معروف بهافانا. صاحبه صار له مدة كتير طويلة بيشتغل واخد ريكورد باطول سيجارة بالعالم. كنا عم نحاول نوقف عندها، هي اول سيجارة عملها، بس كمان في وحدة تانية كتير طويلة. سيجارة ميكو قديش منفوفة متلف كلها هيك. هون منشوف تقريبا كل كوبا، كل هافانا قصدي من فوق. Because no electricity. وصلنا على الاوتيل، كتير 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 تعبانة من شوي. فقنا الساعة 7 الصبح وهلأ رجعنا، صارت شي الساعة 6 المساء. كله ماشي كل النهار وبطاقة الشمس، فحرفيا ما عاد فيني حال. رح فوت اتحمم ريح شوي وبعدين رح انزل لتحت هيك فرجيكم الأجواء وشو رح نعمل باقي النهار. فاتحممت وغيرت تيابي ورح لاقي لجون تحت بالمطعم مشان نروح ناكل لأنه رجعنا. وبعدين رح فتلكم هيك شوي تحت بالريزورت تشوفوا شو في قصص، وبعدين بالليل رح نحضر شوية اللي بيعمل. هون نزلت لتحت على اللوبي المطعم اللي رايحين عليه الاكارت. ما رح ناكل يوم بالبوفيه، رح نشوف شو في بهذا المطعم. غالبا الأكل هون ما كتير طيب، بس محلات عن محلات يعني تفرق شوي صغيرة. الحين نجرب واحد على كارت اسمه ميبل ليف، هيك شيء، هو مطعم كندي. فنشوف شو رح يحطوا لنا فيه. هو بصراحة بالاسم كندي بس كل يلي بيطبخوا كوبيين. جون طلب سالمون باي مع خبزة، هيك الأكل يعني شكله بيعملوا. وهي أنا هدول الأبتايزر. أنا جبت تشيز بول مع هذا الصوص، ما بعرف شو هو. هلا حرفيا ما توقعنا الاكل قديش طلع طيب، لانه ما احنا متعودين ندوق هيك شيء بكوبا، لدرجه انه انا طلبت يمكن شيء 3 صحون من هاي تبع الجبنه، وحتى الطبق الرئيسي كان بجنن. طلبت باستا مع جون طلب ستيك مع رز وبطاطا، وانا هذا صحي. كانت عم نلفه بس هيك رفعت شعراتي شوي
وهلا رجع نازلة لتحت. كان مفروض يكون في حفلة على المسبح، بس للأسف بلشت تبرق وترعد وصار مطر كتير قوي، فلغوا الحفلة وعملوا لنا هيك مثل شو بسيط جوا. هذا كان كل الفلوج لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، وما تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. باي.